إلى الملف السوري وآخر تطوراته والاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، ينضم إلينا عبر السكايب من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ أحمد فتحي. أستاذ أحمد، وسط هذه الخلافات المعروفة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأزمة السورية والموقف الروسي الصارم، ماذا تتوقع أن يصدر من هذا الاجتماع اليوم؟ لا أتوقع الكثير، حتى لو اتفق الأطراف الأعضاء الخمسة الدائمون والعشرة الغير دائمون في مجلس الأمن على صدور البيان أو مشروع البيان الفرنسي البريطاني المشترك لإدانة مجزرة الحولة، فإن هذا البيان لا يمثل وثيقة قانونية. ده في يعني خلاصة الموضوع، ولكنها إدانة سياسية في المقام الأول. يوجد معارضة شديدة من الجانب الروسي، ويوجد تصريحات من نائب الخارجية الروسية أن ضحايا مجزرة الحولة لم يقضوا نحبهم نتيجة للقصف المدفعي، ولكنه قضوا نحبهم نتيجة للذبح وإطلاق الرصاص على مسافة قريبة. ما زال الاجتماع منعقد حتى الآن، ولم يخرج أي من الوفود، والأخبار المتسربة قليلة جدا. طيب، في حال تفاقم الخلافات بين روسيا والمجموعة الغربية بشأن سوريا والوصول إلى طريق مسدود داخل أروقة مجلس الأمن، ما هي الخطوات بنظرك التي قد يتخذها الغرب لدعم المعارضة؟ كما أعلن السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة منذ يومين في حديث مع أحد المحطات التلفزيونية الدولية، أنه لا توجد خطة ب للموقف في سوريا، هي إما القبول بخطة ست نقاط المقدمة من كوفي عنان المبعوث الأمم المشترك، ولا يوجد اتجاه بديل. بالأمس كنت مع أطراف عديدة من أفراد الجالية السورية في نيويورك ونيوجيرسي، حيث كانوا يتظاهرون خارج أسوار الأمم المتحدة، وكانوا في حالة ثورة عارمة، وأدانوا الجميع بما فيهم الأمم المتحدة، السكرتير العام، مجلس الأمن، روسيا، الصين، الولايات المتحدة، وأيضا السيد كوفي عنان. لقد وصل السوريين في المهجر إلى نقطة عالية جدا من الغليان، ولا ميعدوا يقبلوا بالحلول الوسطى. فما ستفرزه عنه الأيام القادمة من أحداث وتطورات سنتابعها عن كثب شديد لمحاولة إلى الوصول إلى موقف موحد. طيب، يوجد حديث من الجانب الفرنسي، نعم، على أنه يوجد مجموعة من العقوبات، ولكنها لم تتم بلورتها بعد، ولكن إدانة الإدارة الأمريكية. هناك من يرى أستاذ أحمد أن واشنطن في الحقيقة لا تستعجل إسقاط النظام السوري في ظل غياب بديل مقنع ومخاوف في الداخل وفي خارج سوريا من احتمال فراغ سياسي وأمني يغذي جماعات مثل القاعدة، ما رأيك؟ القاعدة موجودة بالفعل في سوريا، ولا هذه ليست تحليلي أنا فقط، ولكن أجمع عليها المحللين الغربيون بمختلف اتجاهاتهم، أنه يوجد مجموعات ربما لا تنتمي لتنظيم القاعدة الأم بطريقة مباشرة، ولكنها تسير على نفس درج. ونتذكر التفجير الذي حدث في دمشق منذ أسابيع قليلة وتحدثنا عنه في روسيا اليوم، وأنه كان منذ اللحظة الأولى تشير أصابع الاتهام إلى القاعدة لتطابق الأسلوب من استخدام الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى آخره. أسلوب الذبح أيضا من أساليب القاعدة، ولكن لا يوجد مؤشر قوي solid proof على أن القاعدة أو أحد تنظيماتها متورط في أحداث الحولة، وما زالت أصابع الاتهام تشير بقوة إلى الجانب السوري. ولولا دعم الحليف الروسي والصيني لسوريا لتمكنوا من الوصول إلى إدانة سريعة في هذا الموضوع. طيب، الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عام أدت إلى انقسام في صورة المجتمع السوري بشكل كبير، وساهمت في تحريك النزعات الطائفية. إلى أين تقود هذه الأزمة البلاد في الوقت الذي لا يزال فيه الحل غائبا بنظرك؟ أوضحنا من قبل أن فصائل المعارضة السورية في حالة تفتت شديد، وهذه هي المشكلة التي تواجههم. ولكن يجب أن نعي أنه منذ أكثر من ما يقرب من 50 عاما الحياة السياسية في سوريا متوقفة، يوجد فقط نظام للحزب الواحد، حزب البعث هو المسيطر على كل مفاصل الدولة وعلى الحياة السياسية، فبالتالي هي مرحلة المخاض، أنا أشبهها بمرحلة المخاض.
ولكن عند الولادة ماذا سيكون النتيجة النهائية؟ هذا ما ننظر إليه جميعا. يوجد في داخل المجلس الوطني الحر اتجاهات علمانية كما يوجد اتجاهات إخوانية، واستقالة السيد رياض غليون هي أكبر دليل على عدم رضا أي من الطرفين أو الجناحين الممثلين في المجلس الوطني الحر عن الأداء العام. كل منهما يريد أن يأخذ المركب في اتجاهه غير عابئ بمصالح ولا ملحوظات الآخرين، الطائرات الأخرى الشريكة. شكرا جزيلا لك من نيويورك عبر سكايب المحلل السياسي الأستاذ أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك. عفواً.